مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. درسنا اليوم في مادة الفيزياء في الوحدة الثانية الدرس الأول، وهو درس التحريض الكهرطيسي. تعرفنا على التحريض الكهرطيسي في الصف الثاني الثانوي أعزائي الطلاب، وكان هو إنشاء تيار متحرض في دارة باستخدام الحقول المغناطيسية. سوف اليوم نتعرف على بعض التجارب التي يظهر فيها التحريض الكهرطيسي. من التجارب أعزائي الطلاب لدينا التجربة التالية. هذا الشكل يمثل مقياس ميكرو أمبير، إذن الجهاز هنا هو مقياس أمبير، ولكن يقيس التيارات الصغيرة بميكرو أمبير، صفره في الوسط. الشكل التخطيطي لوشيعة لتحوي عدد من الحلقات، ومغناطيس. أعزائي الطلاب، عند تقريب المغناطيس من الوشيعة سوف ينحرف المؤشر المقياس ميكرو أمبير بأحد الاتجاهين، يعني بهذا الاتجاه أو باتجاه الآخر. إذن سوف ينحرف المؤشر باتجاه معين عند تقريب الوجه الشمالي للمغناطيس، وعند إبعاد المغناطيس سوف ينحرف المؤشر لكن بالاتجاه المغاير. يحدث نفس الشيء عندما نحرك الوشية أعزائي الطلاب، نقربها أو نبعدها عن المغناطيس. هنا نقول أنه نشأ تيار في الوشية بالرغم أن الوشية غير متصلة إلى منبع بطارية أو خلية شمسية أو أي منبع للتيار الكهربائي، إنما نشأ تحرض تيار بداخل سلك الوشيعة نتيجة تقريب أو إبعاد المغناطيس. ماذا يفعل المغناطيس أعزائي الطلاب؟ عند تقريب المغناطيس سوف يزداد شدة الحقل المغناطيسي. إذن الحقل المغناطيسي الذي ينشأ، الذي ينشئه المغناطيس الدائم، عند تقريبه سوف يزداد الحقل المغناطيسي. إذن الحقل المغناطيسي عندما يزداد الحقل المغناطيسي سوف ينشأ تيار متحرض. عندما يتوقف عن الزيادة، أي نتوقف عن تقريب المغناطيس، أن نجعله قريب ولكن تثبت يدنا، عندها سوف يعود المؤشر إلى الصفر، أي ينعدم الحقل التيار المتحرض عند ثبات الحقل المغناطيسي، ولكن عند زيادة الحقل المغناطيسي ينشأ تيار. أيضا عند إبعاد المغناطيس أيضا ينشأ تيار بالاتجاه المغاير، ولكن عند توقف الحركة يتوقف التيار. يحدث أيضا تحريض، أي نشوء تيار متحرض، عند تغيير الزاوية، أي عند جعل تدوير المغناطيس. عند تدوير المغناطيس، أي تغيير الزاوية بين الوشيعة والحقل المغناطيسي، يتولى التيار المغناطيسي. نذكر الآن بشيء اسمه التدفق المغناطيسي. التدفق المغناطيسي، نقصد بالتدفق المغناطيسي ونرمز له بالرمز فاي، هو جداء الحقل المغناطيسي في مساحة سطح الدارة. إذن بي في اس، شدة الحقل المغناطيسي هي بي، وإس هي مساحة السطح، سطح الدارة التي يخترقها الحقل المغناطيسي في كوساين الزاوية بين الناظم على الدارة والحقل المغناطيسي. عندما يتغير التدفق المغناطيسي ينشأ لدينا تيار متحرض، وهذا تعلمناه في الصفوف السابقة. بزيادة الحقل المغناطيسي أو نقصانه سوف يتغير التدفق وينشأ تيار متحرض. بتغير مساحة السطح أيضا ينشأ، يتغير التدفق وينشأ تيار. بتغيير الزاوية تدوير المغناطيس أيضا يتغير التدفق، وبالتالي ينشأ تيار متحرض. هنالك تجربة أخرى نثبت فيها التدفق المغناطيسي، وهي التأثير المتبادل بين وشيعتين. لاحظ الشكل عزيز الطالب، لدينا وشيعة مربوطة إلى بطارية أو مولد. هذه البطارية تعطينا تيار كهربائي ثابت وقاطعة. هنا الرسمة أن قاطعة مفتوحة، نغلق القاطعة فيمر تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي يمر في الوشيعة فيؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي الناتج عن وشيعة أنتم تعرفوه أعزائي الطلاب، نرمز له بالرمز بي، ويمكن حسابه
بقانون أخذناه في الصف السابق الثاني الثانوي. نتيجة توليد التيار من قبل المولد ينشأ حقل مغناطيسي. هذا الحقل المغناطيسي يؤثر على الوشيعة الثانية. الوشيعة الثانية غير مرتبطة بمولد لكن مرتبطة بمصباح مثلا. ماذا سيحدث؟ نلاحظ أن المصباح لا يضيء، أي أنه لا يتولد تيار متحرض في الوشيعة الثانية. إذن هنا الوشيعة الثانوية وهنا ندعوه الوشيعة الأولية. أعزائي الطلاب، إذا قربنا الوشيعة التي تحوي على المولد من الوشيعة الثانية سوف يضيء المصباح، دليل على مرور تيار متحرض. أو عند فتح وأغلاق القاطعة، أي فتح وأغلاق القاطعة أي توصيل التيار وأطفاء التيار، أيضا يتولد تيار متحرض يؤدي إلى إضاءة المصباح. إذن متى يضيء المصباح؟ عند تقريب أو إبعاد الوشيعتين من أحد من بعضهما البعض، أو تدويرها نتيجة تغيير الزاوية، أو عند إغلاق وفتح القاطعة. ماذا يحدث عند إغلاق القاطعة؟ سوف تزداد شدة التيار فيزداد الحقل، أيضا يزداد الحقل إذا قربنا. إذن عند زيادة الحقل أو إنقاصه أثناء فتح القاطعة، لأنه عند فتح القاطعة يتناقص شدة التيار I، وعندما تتناقص شدة التيار يتناقص الحقل. يمكن إعادة نفس التجربة والتأكد من أن الوشيعة الثانية ينشأ فيها تيار متحرض في هذه الحالات بهذا الشكل. أعزائي الطلاب، في تجربة ثانية أعزائي الطلاب، لدينا وشيعة الملف الثانوي مرتبط إلى مقياس غلفاني. إذا مقياس غلفاني، ومقياس غلفاني أعزائي الطلاب هو مقياس يقيس شدات التيار الصغيرة، يعني هو نفسه ميكرو أمبير أو أقل، مرتبط إلى ملف. لا يوجد أي نوع من أنواع المنابع أو البطاريات هنا، والملف الأولي هو الذي مرتبط إلى بطارية تعطينا قوة محركة وريوستات. ماذا نقصد بالريوستات؟ هو مقاومة متغيرة، أي تحكم بشدة التيار زيادة ونقصان، وقاطعة. أعزائي الطلاب، هنا أيضا سوف يتولد تيار متحرض، أي ينحرف المؤشر إذا قربنا الوشيعة الملف الأولي من الملف الثانوي. إذن عند التقريب ينحرف المؤشر بأحد الاتجاهات. إذن بالاتجاه معين، مثلا اتجاه اليمين أو اليسار، اتجاه معين، متى ينحرف المؤشر؟ عند واحد تقريب الملف الأولي أو زيادة شدة التيار. عندما نزيد شدة التيار باستخدام الريوستات أو المقاومة المتغيرة، عند زيادة شدة التيار سوف يزداد الحقل المغناطيسي الذي تنشئه الملف الأول، وبالتالي إذا ازداد الحقل كأنه اقترب. إذن عند التقريب سوف يزداد الحقل، وعند زيادة شدة التيار يزداد الحقل. إذن الحالة الثانية زيادة شدة التيار. الحالة الثالثة عند طبعا القاطعة تكون مفتوحة أول إغلاقها. عند إغلاق القاطعة أي نوصل التيار، عند نوصل التيار سوف يقفز التيار من صفر إلى قيمة معينة أي يزداد أيضا، فيزداد الحقل معه. إذن حالة إغلاق القاطعة. في هذه الحالات الثلاثة سوف ينحرف المؤشر بنفس الجهة، ولكن ينحرف بالاتجاه المعاكس. اتجاه المعاكس ينحرف متى؟ عند إبعاد الوشيعة الملف الأولي، أيضا انقاص شدة التيار، عند انقاص شدة التيار، وثالثا عند فتح القاطعة. أيضا بلحظة فتح القاطعة سوف يتناقص شدة التيار إلى الصفر، في أثناء هذه الفترة سوف ينحرف المؤشر بالاتجاه المعاكس. في كل الحالتين ينعدم التيار
عندما عند التوقف عن التغير، أي عندما يثبت شدة التيار أو شدة الحقل أو التدفق المغناطيسي عندما يتوقف عن التغير سوف ينعدم التيار المتحرك. العوامل التي تؤدي أو تزيد أو تنقص من شدة التيار هو عدد لفات الوشيعتين ووجود أنوية حديدية والمسافة بينهما، كل هذا تؤثر على شدة التيار الناتجة. أعزائي الطلاب، من كل هذه التجارب نستنتج قانون فاراداي. إذن قانون فاراداي، قانون فاراداي في التحريض يقول ينشأ تيار متحرك في دارة مغلقة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا التيار بدوام تغير التدفق وينعدم بثبات التدفق المغناطيسي. فقط عندما يثبت التدفق المغناطيسي ينعدم التيار المتحرك. إذن نص قانون فاراداي، يتولد تيار متحرك في دارة مغلقة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم بدوام التغير، وينعدم التيار المتحرك إذا انعدم التدفق المغناطيسي أو إذا ثبت التدفق المغناطيسي، أي توقف عن التغير. من هذا أنه ينحرف بالاتجاه معين ثم ينحرف بالاتجاه الثاني، يمكن استنتاج قانون لينز. قانون لينز يقول يحدد جهة التيار المتحرك. إذن قانون لينز، قانون لينز يقول تكون جهة التيار المتحرك بحيث ينتج أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه، أي دائما تكون جهة التيار المتحرك بحيث الأفعال تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. واتضح هذا بتجربتنا هنا، عندما عند زيادة الحقل المغناطيسي في الحالات الأولى، عند زيادة الحقل المغناطيسي يكون الحقل المغناطيسي الناتج عكس الحقل المغناطيسي المحرر، وعند تناقص الحقل المغناطيسي المؤثر يكون الحقل المغناطيسي المتأثر أو الناتج بنفس الجهة. إذن دائما يعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. العلاقة الرياضية لقانون فاراداي، العلاقة الرياضية تقول القوة المحركة الكهربائية تساوي تغير التدفق على تغير الزمن. ماذا نقصد بإبسلون أعزائي الطلاب؟ إبسلون نقصد فيها القوة المحركة الكهربائية المتحرضة الوسطى. القوة المحركة الكهربائية نقصد فيها فرق الكمون بين الطرفي الوشيعة التي نشأ فيها التيار المتحرك، أي سوف يصبح أحد أطرافها موجب والآخر سالب بلحظة من الزمن، وفرق الكمون بينهما هو القوة المحركة الكهربائية. إذن واحدتها فولت، واحدة القوة المحركة الكهربائية فولت. دلتا فاي أعزائي الطلاب هو، إذن دلتا فاي هو تغير التدفق، تغير التدفق المغناطيسي. تغير التدفق المغناطيسي، قانون التغير التدفق المغناطيسي بي بي اس بكوساين الفا. طبعا هذا القانون اذا كان حلقه واحده، اذا كان عده حلقات يجب ان نضرب بعدد الحلقات ان، ولكن ان ليست ثابته بالقانون الا اذا كان هناك عده حلقات. إذن دلتا فاي هو تغير التدفق المغناطيسي، أي عندما يتغير التدفق المغناطيسي بتغير أحد مكوناته، إما تغير S أو تغير ألفا أو تغير B، هو دلتا فاي تغير التدفق المغناطيسي. ودلتا T هو الزمن،
الفترة الزمنية، وبالتالي نحصل على العلاقة الرياضية لقانون فاراداي إبسلون تساوي دلتا فاي على دلتا تي إشارة ناقص أعزائي الطلاب، هي تحقيقا لقانون لينز. إذن تحقيق قانون لينز، لأن قانون لينز يقول تكون جهة التيار عكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. بهذه الصياغة الرياضية، هناك صياغة رياضية تعطينا القوة المحرك الكهربائية المتحرضة الآنية، إذن يمكن أن يكتب بشكل آخر أو إبسلون تساوي ناقص دي فاي على دي تي، ونقصد بدي فاي على دي تي أي تغيرات صغيرة إذا تناهى الزمن فترة زمنية إلى الصفر. إذا يمكن كتابة العلاقة الرياضية بهذا الشكل. أعزائي الطلاب، بتجاربنا الآن تعرفنا على التحريض الكهرطيسي من حيث المبدأ، وقانون فاراداي وقانون لينز نلقاكم في دروسنا القادمة بإذن الله.